الثانية التي سوف نقارن بين الإيتاء والروبوت هي ردود الأفعال الرياكشن. طيب نبدأ بالإيتاء، ولكن قبل أن نبدأ خلونا نطلع من جميع الحاجات التي ظهرناها في الجزء في مقارنة الديفليكشن وفي الإيتاب أيضا في هذا الشكل. أوكي. طيب سوف نقارن الآن، خلونا نلغي الـ 3D، خلي البلان فقط. طيب سوف نبدأ بعرض ردود الأفعال على برنامج الإيتاب، ثم نعرض ردود الأفعال على برنامج الروبوت ونقارن فيما بين النتائج. طيب نذهب إلى البيس، نذهب إلى البيس في البلان، نذهب إلى البيس. أوكي. ومن Display for Stress Diffram نختار Support Spring Reaction، وممكن نحن نبدأ بعرض ردود الأفعال تحت تأثير كل حالة عشان إيش نقارن بشكل أوسع. لاحظوا ممكن نبدأ باللايف لود، نختار الكيس لايف لود، وطبعا بنختار FZ، طبعا بنختار FZ، طبعا ما بنختارش MX ولا أي حاجة، لأنه هنا السبورت حقنا عبارة عن إيش، هنج سبورت. أبلاي. لاحظوا مش منسين، هذه هي ردود الأفعال تحت تأثير الحمل الحي، تحت تأثير الحمل الحي. طيب نمشي إلى برنامج الروبوت، برنامج الروبوت، وأيضا نذهب إلى البلان، ونذهب أيضا طيب خلونا نطلع من جميع ديفليكشن. طيب نذهب أيضا إلى البيس، البيس، ونعرض النتائج في هذا المكان من ريزلت تيفرام فور بار، ونختار رياكشن، ومن الرياكشن نختار FZ. FZ هنا هي الرياكشن، و ديسكريبشن عشان يدخل لنا الارقام. ابلاي. طيب ننظر تحت تاثير ايش؟ تحت تاثير اللايف لود ايضا. لاحظوا اذا نلاحظ هنا الاف زد في هذا السبورت 40.69، في الايتاب كم؟ 41. لاحظوا قيمه زايده ب 1 كيلو نيوتن طبعا. طيب مثلا اخذ هذا 191.41، هذا القيمه كم؟ 191.41. لو مشينا للروبوت لاحظوا 193، لاحظوا فروقات بسيطة جدا، حد لحد 3 كيلو نيوتن 4 كيلو نيوتن، الاختلاف لحد 10% أو 5%، ما فيش أي إشكالية. لكن لاحظوا ما فيش الاختلاف مثلا بين هذا 193 وهنا كم؟ 191. لو شفنا كم نسبة الاختلاف كنا نقول 193 ناقصا 191 قسمة 193 في 100، شوف بس نسبة الاختلاف، نسبة الاختلاف 1%، 1% حاجة بسيطة جدا. تمام؟ قد يكون الاختلاف نتيجة للمش أيضا، غير مثلا لاحظوا في الفلات سلاب ما الروبوت ما عملها مربعات زي الإيتاب، في زي المش مائل يعني. أيضا لاحظوا ممكن نحن نقص هذه عشان نقارن بشكل، لاحظوا لو جينا للإيتاب وعرضنا هذا الشكل، هذه نتائج الروبوت وهذه نتائج ايش؟ الإيتاب. لاحظوا هنا معنا 201، هنا 182، هنا معنا 185، هنا 183، هنا 88، هنا 87، يعني نتائج متقاربة، نتائج متقاربة. طيب تحت تأثير، لو وجدنا لو حسبنا تحت تأثير الديد لود، ديد لود أبلاي. لاحظوا هذا ردود الأفعال تحت تأثير الديد لود، ثم بعد ذلك في الروبوت نظهر أيضا تحت تأثير الديد لود. أوكي. طيب نعمل قص لنتائج الروبوت عشان تكون أمامنا. طيب نظهر نتائج الإيتاب ونظهر نتائج الروبوت بهذا الشكل. طيب نصغر المساحة. طيب هذه نتائج الإيتاب، لاحظوا ايش منسين. طيب هنا مثلا لو مسكنا في هذه النقطة 525، هنا 520، هنا 835، هنا 830، هنا مثلا 1359، هنا 1338، يعني فروقات
بسيطة. مثلا لو حسبنا الفرق بين هذا نقول 1359 حق الروبوت ويونت 20 ناقصا يقابلها 1338.76 قسمة 1359.2 كم النسبة في 100؟ شوف الاختلاف كم، 1.5%، اختلاف 1.5%. تمام، هنا مثلا 818، هنا 820. طيب بالنسبة، قد أود التنبيه إلى نقطة مهمة جدا، الإيتاب بخصوص الديد لود يدخل فيه السيلف ويت، وزن المنشأ. أحيانا الديفولت الإيتاب لا يعني تكون ردود بالنسبة للأحمال الميتة أقل، لأنه لا يحسب الوزن الذاتي لمناطق تداخل الأعمدة مع الأبيام أو الأعمدة مع البلاطات. تمام، وهو الحقيقة يعني، لكن الروبوت بيحسب كامل. طيب لو أردت أنك تجعل الإيتاب أنه يحسب الوزن المنشأ كامل بطولها الصافي، فممكن نطلع من التحليل. طبعا قبل ذا نغير، نحفظ النتائج هذه عشان نشوف أي شيء حصل من تغير في الديد لود بالذات. طيب خلاص، طيب نطلع من نتائج التحليل. لاحظوا، بختار جميع الأبيام والأعمدة، جميع الأعمدة والأبيام select. خلاص اخترتهم، الآن بيقول لك 202 frame selected، ومن الصاين بختار frame، ثم بعد ذلك بختار end length offset. لاحظوا هنا بيهمنا frame self weight option، فريم سيلف ويت اوبشن اللي هو الوزن الذاتي للفريم، بيقول لك اوتو، البرنامج اوتو بيقوم يحسبها على اساس انه يخصم مناطق التداخل. لا، انا بقول له ويت بيست اون فول لينكث، حسب لي الوزن الذاتي للعناصر الابيام والاعمده على الطول الكلي، يعني لا تحذف التداخل. تمام، ابلاي كلوز، ثم بعد ذلك اعمل ايش؟ طيب طلع من التحديد اوبجكت، اختار كولوم بيم، طال سيلكت، واختار هنا ابلاي كلوز كلوز، بعد ذلك اختار تحليل، حلل المنشأ، ونشوف النتائج هل تغيرت ام لا بالنسبة لردود الافعال تحت تأثير الديد لود. ندخل الى ديسبلاي ونختار سبورت، ثم بعد ذلك تحت كيس الديد ابلاي. لاحظوا مش منسين، نشوف النتائج الأولى كانت كم؟ 520.17 نفس القيم، هنا 1338.76 لاحظوا نفس القيم ما تغيرت كثير، 1236.58. إذا نلاحظ أن برنامج الإيتاب الديفولت حقته طبعا على اساس سواء اخترت اوتو او فول لينكث بيحسب على اساس انه وزن العنصر ككل. طيب خلونا نجرب نختار الخيار الاخير اللي هو كلير، الطول الكلير، نطلع من التحليل، نختار سيلكت اوبجكت، اوكي، ثم من الساين نختار فريم اند لينكث اوفسيت، نختار حسب لنا وزن الوزن اعتمادا على الطول الصافي، الطول الصافي يعني لا تحسب وزن الوزن مثلا منطقة تداخل. لاحظوا شو نسين، هذا بيم، هذا بيم، وهذا عمود، يعني هذه المنطقة يا اما انه يحسبها تبع البيم او تبع العمود، يعني ما يحسبها مرتين، لانه ايش، هذه منطقة جوا العمود وداخل البيم، فاحنا بنقول حسب على حسب الوزن الصافي، الطول الصافي، العفو الطول الصافي، ابلاي، نشوف النتائج بتتغير. طبعا كلوز، نعمل تحليل، طبعا الان ردود الافعال بتقل لان احنا اخذناها على اساس وزن الصافي، يعني لما ناخذ تداخل الاعمده مع الابيام في الوزن. طيب من ديسبلاي نختار العفو، من ديسبلاي نختار فورست افرام، ثم بعد ذلك نختار أبلاي. لاحظوا مش منسين، لاحظوا نشوف النتائج الأولى، لاحظوا
لاحظوا كان هنا 520 أصبح معنا 509، قل رد الفعل. هنا مثلا 1325 أصبح معنا هنا كم؟ 1300. هنا كان معنا الأول 1338، هنا 1325، لأنه هنا قلت ردود الأفعال بسبب قلت ردود الأفعال تحت تأثير الدي دول بسبب أن الوزن قل. نحن أخذنا الطول الصافي، الطول الصافي. طبعا هذه الطريقة الدقيقة والواقعية، لكن إحنا بنخلي الديفولت حق البرنامج للأمان أكثر، يعني للأمان أكثر. فإحنا بنرجع من جديد ونرجع الفول لينث أو الأوتو، نخليه على أساس الأوتو. طبعا البرنامج لديه افتراضات ديفولت، في بعض الحاجات يفضل أنك ما تكون تغيرها يعني، فأفضل شيء الأوتو. أبلاي، أوكي، كلوز، نحلل من جديد. طيب باشمهندسين، ممكن احنا نعرض ردود الافعال تحت تاثير الالتيميت الذي هو الحموله المصعده. خلاص اصلا هو بالنسبه لي 1 ديد لود 1 لايف لود بيقوم يضرب البرنامج نفسه زي الاكسل، يعني بيضرب ال 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. لكن ممكن نعرضها ايضا، لاحظوا هذه نتائج بالنسبه للايتاب. وبالنسبه للروبوت نختار من هنا 1.4 1.6. طيب نعمل قصر نتائج الروبوت حتى تكون فقط أمامنا، ونعرض نتائج الإيتاب، وهذه نتائج الروبوت. لاحظوا هنا نبدأ مثلا بالركني، هنا 800 في الروبوت، هنا 787، يعني بسبب أيضا اختلاف الديد لود واللايف لود. مثلا هنا 1298، هنا 1320، هنا 2106، 2148. طبعا بسبب اختلاف الديد لود واللايف لود بيختلف ايضا الحمل المصعد، يختلف الحمل المصعد، لكن ليست اختلافات كبيرة جدا. مثلا لو وجدنا نسبة الاختلاف ما بين 2148 و 2106، شوف 2148 ناقصا 2106، أقصد وستة قسمة 2148 في 100، يكون الناتج كم؟ 1.9، يعني 2% تقريبا، 2%، 2% حاجة بسيطة جدا، يعني حاجة بسيطة جدا. طيب قلنا من الأسباب إنه ممكن المش أحيانا طريقة انتقال الحمل من البلاطة إلى هذا العمود بيختلف في الإيتاب إلى الروبوت على حسب أيضا طريقة المش، ويعني في بعض الحاجات، لكن لاحظ أنه النتائج قريبة من بعض بالنسبة للإيتاب والروبوت. طيب وهذا ننتهي بمقارنة ردود الأفعال. نطلع من النتائج، وأيضا هنا نطلع من النتائج.